على التأثير نتاع التطبيقات نتاع السوشيال ميديا، كل ما هو تيك توك، انستغرام، فيسبوك وغيره من التطبيقات على الكبار ولا على الصغار زيدا، شو رايك؟ والله ايش نقول لك، بالنسبه للصغار متاثرين برشا بالتيك توك وبال وبالمواقع الاجتماعيه دي كلها، ومهمش يستغلوا فيها الحاجه باهي، فهمت كيفاش؟ قاعدين معناها يستغلوا فيها الحاجه مش باهي. انت كوالي وتبارك الله عندك ثلاثه صغيرات، قاعد تتبع تعرف شنو هو ليزابليكاسيون اللي يدخلوا لهم؟ شوي شوي الحق. ظهور اللي تيروا بيك في حكايه سناب شات وتيك توك. هاربين هاربين بينا، هاربين بينا، هاربين الجيل توا هارب، هارب بينا. انت مع ولا ضد يصير حظر للتيك توك ولا تصير مراقبه وكل؟ انا مع يصير حظر ويصير مراقبه بالحق، فهمتني؟ خاطر انت تو تنحيله من هنا هو يغفلك يهز من هنا. اون بليس انت تقول مساج خلينا نعطيه هنا اسباس صغير باش ياخذ فيه وقت ومعناه يشوف شنو يفهم واش ما فهمهاش في العالم، لكن هو فهمتني يستغله كان في الحاجات القايبه هكا تاع الدونس ودرشني تبع في الحاجات القايبه، فهمتني؟ وانا ديما ننصح مثلا الاولياء باش يراقبوا ولادهم ويحاول ما يعطيهوش وقت كبير برشا. استعمال نتاع التطبيقات نتاع السوشيال ميديا هذه الكل ياثر على الصغيرات خاصه في القرايه نتاعهم؟ ياثر اكيد ياثر. هي كاباسيتي ميموار شنو هي بالضبط؟ معناها هو معناها باش يخصص معناها موقع مثلا باش يتفرج فيه، مثلا احنا اكثرين احنا ديما نقولوا ديسانيمي، يتفرج في ليكوميك مثلا ولا لي جو ولا لي هو، هو يستغل ذاك اكثر ما يمكن، هو اللي يحفظ برشا حاجات اخرى تخليه مثلا ينسى اللي هو مثلا في عالم القرايه وعالم الدراسه في الحساب ولا شنو ولا الفرنسي ولا الانجلي ولا اللي هو، يخرجوا برشا، يولي معناها كاباسيتي موار تولي برشا عليه. كنا نلوموا على الصغيرات اللي هما متاثرين بالسوشيال ميديا ومتاثرين بالتطبيقات هذيا، للاسف زاد ولينا نشوفوا في الكبار كل واحد حاط راسه في تليفون وناسي العالم الخارجي اللي وراه الكل. والله كلامك صحيح. ايش نقول لك؟ تو هذايا تاع عالم التليفون وعالم الواحد هذايا كله هربنا على بعضنا كم عائلات، فهمتني؟ ولينا كل واحد غاطس وما يعرفش الاخر شنو قاعد يعمل. حتى راهو نحكي لك انا في مناسبات مثل الاعياد ولا شيء، كانت قبل الناس تمشي تزور بعضها، تو يكفي بتليفون ولا بميساج، فهمتني؟ كانت قبل فما علاقات كانت قريبه وكانت العائله تحكي مع بعضها وهذا كل شيء، توا لا توا تبدلت الدنيا، تبدلت برشا. نسالوهم صغار ما يسالش، شنو تعرف في الانترنت انت ليزابليكاسيون الكل؟ نعرف التيك توك، نعرف سناب شات، ونعرف الجوجل، نعرف الفيسبوك، نعرف اليوتيوب وكها، ونعرف بوكي برشا برشا. وعندك دي جو بيان سور في التليفون؟ وقد ايه عمرك انت؟ عمري 8. 8 سنوات. شكون يعطيك اكثر التليفون، امك ولا ابوك؟ الحقيقه با. كثر خيره بابا. وشكون يراقب اكثر يعني سيفير ما يحبش يعطيك؟ اما زوز زوز. اي قولي وانت اكثر حاجه تعدي فيها وقتك شنو؟ التليفون واللعب. شنو اللعب؟ شنو الحاجات اللي تدخل لهم اكثر حاجه؟ فيسبوك. فيسبوك. وتعرف كيفاش تبارتاجي، كيفاش تحط جيم، وكيفاش تعمل حكايات هذوكم؟ فما فيديوهات يعجبوك؟ اي. شنو اكثر حاجه تتبعهم؟ لقطات. ولقطات القرايه. اما تحب تعدي اكثر وقت مع يعني بالكتب ولا في الانترنت؟ بصراحه في الانترنت. شومي هاي خلينا نشوفوا البوغوز. اكثر وقتك تعديه وين، في الانترنت ولا بالكتب ولا قرايه ولا الرسم ولا حكيت هذوكم؟ نعدي وقتي ديما في الشارع يعني. نلعب في الشارع. انت وشكون؟ انا وصحابي. ايوا اكيد فما فري فاير فما الحكايه هذوك. لا ليه شو تلعبوا؟ نلعبوا العاب عاديه. احكي لي شو تعرف ابلكيشنات؟ كان اليوتيوب. اكاها شو تفرج في اليوتيوب؟ لي جوي و... اكش مغروم بالانترنت؟ ها ولا نيم. اي شنو تتبع في الانترنت؟ نتبع الانيم وعبيد ياكلوا ويعملوا في ترند بتاع ماكله كيما ترند بتاع الليمون، هذا جربته. شو جربته؟ جربته. اي شو اللي جربته؟ ترند جديد بتاع الليمون. اش فيه هذا؟ طيب حاجه معناتها يعطيوها لكم. انا راني على قدي في الامور هذه، بس على ونتبع في عباد معناتها ياكلوا يعني يوريك هما فيش ياكلوا. ونتبع في الانيم وما نعملش تصاور، ما نحبش تصاور، برك نتبع هكاك. تدخل تيك توك؟ لا. شنو هو ليزابليكاسيون تتبع فيهم؟ يوتيوب وسناب شات. كهو في سناب شات نعمل برك تصاور ما نهبطهمش. أي. يعني نصور وكهو. تعمل لك ليزيفي ولا أه. تصور بابا والماما بالغفلة و... لا. وتعمل لهم كليفيات ولا لا؟ ليه؟ انا نعمل لها. شومي هاني جيتك. قد عمرك سي عنتي؟ 13. 13. من وقتاش دخلت على الانترنت؟
ما عم جي برشا. قضيت حكيت ملي كان عمري 5 وانا انت وين مسيو من هذا الكل؟ وشكون يعطيك اكثر التليفون، ماما ولا بابا؟ ما نخوش برشا من عند ماما وبا. بابا قال لي راي تحترف لي التليفون وتهزو. لا جيتو عمل فيه كود ولا صعيب، اما ما وعنا البي سي نتاعنا بي سي. وهكا ماما تدز الباب وتدخل على غفله ولا ليه؟ لا ما تراقبش. ليه تراقب؟ اما تراقب اي تراقب امي. يعني نلعبوا نحنا، ما نلعبوا ما نحبوش نتفرجوا ديما. اكثر وقت تعديه في الانترنت ولا في الكتب؟ في الكتب، كي كنت نقرا في الكتب كنت نعدي وقتي. تو في الصيف؟ في الصيف تو نمشي نلعب بالتليفون اكثر حكايه. مدام كنت تسمع انت وينك من هذا الكل؟ هذاك انت ما تحبش تعطيهم بالصيف، يحبوا يهزوا معنا التليفون. حاولوا احنا ماذا بينا بقل تليفون باكثر وقت معنا احنا، ماذا بينا هكا ساعات نحب صايبوا تليفون الناس كل حد ما فيتو، خلينا نتكلموا، خلينا نحكوا مع بعضنا، خلينا نسمعوا بعضنا، خلي خاطرك تحكي مع صغيرك اكثر هكاك ويجعلك شي تفهميه شنو معناتها هو. احيانا تحس روحك متوحشتهم هما بحذاك صغار تلمو لهين في الأرض. هي راهو بالعمر ماشي، حتى بالتجربه معناتها الناس اللي معانا وكل ما هما يكبروا. لو فات انت شريت له التليفون نتاعو هو سي بون، ما عادش تلقاه صغيرك مسكر على روحه بيت ولا حتى معناتها ولاه بتليفونه، ام لاه بتليفونها، ابوه لاه بتليفونه. الحقيقه احنا في داري مازالت ما عندناش برشا برشا الحكايه هذه، اما خاطر بحكم عمرهم مازالوا صغار. ان شاء الله ما يزيدوش معناتها اكثر وكا. للاسف نحكي على بعض العائلات يبدا يعني هو حاط راسه في التليفون، ولاده كيف كيف ما يثق بحتى شيء. عائله تقيبوش التليفون، ام شاده التليفون، صغيرات كل واحد وتليفون وما يتكلموش. هو المشكل الصغار كي يبدا يلعب في لعبه مثل شاده يلعب بها، لو فيت انت سايبتي له التليفون ولا معناتها يبدا اجيتي على اعصابه ومتوتر ياسر، معناتها يعيط عنيف كل هذاك من جراء كانوا عب اللي يلعب. خاطر المخ الوقت هذاك ما انت لاحظي صغير لكن دافيدو تليفون ولا حتى كبيره تصير شي اي حاجه بجنبه مش باش يفيق بيك، سي مخو كونسنتري فك الحكايه هذيك ما يفيقش بيك معناتها الكل مؤثرين برشا. كي نحكيو على التيك توك وعلى اللي قاعد صاير في عالم السوشيال ميديا، برشا ناس يقول لك نحالينا هالتيك توك، شنو هو اللي قاعد صاير؟ كنا نلوموا على الصغار ولينا نلقاو الكبار في حاجات. اي كبار وصغار هما توا ماهوش باش ما فماش حكايه باش تنحى راهو تيك توك باش تنحى ولا حاجه، اما ننصح انا مثل بو في بلاصت باش يقول نحيه تيك توك، تقول انا نوعي ولدي اكثر، نوعي بنتي اكثر، نخليها فيقه تعرف على شنو تتفرج، تخصص وقت بركه خاطر هو لازم رقابه للوقت، خاطر سينو يسرق لك وقتك الكل يمشي وقت كل. كي تعمل انت مثلا انا سي بون راني عندي انا ربع ساعه ولا عندي نص ساعه سي بون، بحكم زاده بالعمر نتاع صغيرك وكل ديما خير، اما باش تقول يتنحى وكل شيء راهو يتنحيه انت، يمشي يشوف في بلاصه اخرى عند غيرك ولا في صاحبه ولا صاحبته ولا حاجه. اما لو فيت انت تبدا صغيرك واعي باش شنو باش يتفرج بالضبط وقديش وقت باش يبقى فيه وكل، نصور ديما هكاك خير معناتها خير من اللي تقول نحيه جمله، خاطر ما نصورش باش تصير نحيه جمله تيك توك ولا حوايج كيفنا هذوما ما نتصورش.